أفادت شؤون الجمارك بأنه استكمالا لإجراءاتها فيما يتعلق ببدء تطبيق القيمة المضافة مع بداية العام الجديد، فإنها تود التوضيح بأنه لن يتم استيفاء ضريبة القيمة المضافة على المستوردات الشخصية والهدايا للأفراد بما لا يتجاوز مبلغ 300 دينار أسوة بما هو معمول به في تحصيل الضريبة الجمركية، مؤكدة أن ذلك يأتي بالتنسيق والتعاون مع الجهاز الوطني للضرائب الخليجية. وأشارت إلى أن هذا التنويه يأتي توضيحا لأنواع الضرائب والغرامات الإدارية المرتبطة بالقيمة المضافة من خلال تطبيق القوانين واللوائح والأنظمة الضريبية المعمول بها في المملكة حول كيفية تحصيل ضريبة القيمة المضافة وطريقة احتسابها، بالإضافة إلى توضيح دور شؤون الجمارك في عملية التطبيق لكافة الحالات المستحقة سواء على الاستيراد الشخصي أو الجهات الرسمية أو البضائع المعفية أو الخاضعة للضريبة بنسبة 5% أو بنسبة 0%.